طب هاخد من كلام حضرتك بانه اسرائيل لما قالت انه يعني انا هخلي القطاع ده غير صالح للحياه، وانه مساله الدولتين حل الدولتين ده يبقى يعني ايه يؤجل بشكل كبير جدا، لانه المقومات الاساسيه للدولتين مش هتبقى موجوده، مش هخليها موجوده. ده يخليني اسال حضرتك انه ما اقدمت عليه حماس في 7 اكتوبر اضر قد ايه بالقضيه الفلسطينيه في مجموعها العام، مش بس بتكلم على قطاع غزه، ولكن القضيه الفلسطينيه كقضيه، كاللاجئين اللي طلعوا بره من زمان، ومساله حق العوده، مساله يعني كيف اديرت القضيه الفلسطينيه مما حدث. يعتبر سؤال استراتيجي عميق جدا جدا، كيف تقيم موقفك الاستراتيجي قبل القرار وبعد القرار؟ ما انت وانت قبل القرار كان لك وضع استراتيجي معين يجب ان انت تكون درسه وفهمه. صحيح. طيب بعد ما خدت القرار دوت ايه بقى وضعك الاستراتيجي دلوقتي؟ ايه شكل قوتك وامكانياتك في ان انت تصمد على الارض؟ عشان كده انا اؤكد لحضرتك انه الجهد المصري للوصول الى وقف اطلاق نار هو في حد ذاته امر استراتيجي مهم جدا بالنسبه لحماس. لان انت حماس لازم تكون طرف في اي معادله قادمه. مش هينفع ان انت تنزعها من المكون بتاع المعادله يعني. اكيد. والا ده هيعتبر يعني النصر بقى ايه الكامل بالنسبه لاسرائيل. فلازم احنا نحافظ على حماس ولو بدرجه، يعني هو في دلوقتي حسب ما بيقال 4 كتائب بس موجوده في رفح الفلسطينيه. لازم يكون في رؤيه من جانب القياده في حماس ان انا لازم كمان احافظ على قوتي، ما ارضخش لفكره ان انا استنزف كاملا علشان انا في مثلا شروط معينه في الاتفاق في التفاوض انا مش موافق عليه. لكن لازم يكون هدفي الاستراتيجي الكبير، طيب انا هطلع من الازمه ديت ازاي؟ بقياداتي جاهزه كامله وبقوتي العسكريه لحد ما هي تفرض تواجدي في المعادله القادمه اللي هو بيقولوا عليها يعني ما بعد الحرب يعني. صحيح. فانا بشوف انه لازم يكون في تحرك من جانب من حماس في المرحله الحاليه. ما ينفعش ان انت حضرتك يعني ايه ترضخ لفكره الاستنزاف المستمر اللي اسرائيل عندها قدره اكبر على الاستمرار فيه. والعالم وعندها قدره وعندها دعم موجود بالظبط. وانت اذا تعنت او اذا عنت ورفضت فيبقى انت هتبقى مدان. مش مدان يعني. يعني انا اقصد امام الراي العام العالمي. اذا كان في هناك مساعي وحصل للحل. فعلا بلينكن بيتهمهم دلوقتي بان هم متعنتين. بالظبط. معاك حق حضرتك. ولكن في نفس الوقت انت عندك برضو القطاع من الداخل، الشعب الفلسطيني المنكوب ده اللي موجود في الداخل، وانت كمان لازم تحافظ على وضعيتك وشعبيتك داخل هذا القطاع. ما ينفعش ان انت الناس أو اي بشر فينا له طاقة للتحمل. دكتور صحيح صحيح. يعني بعدين خد بال حضرتك برضو نرجع تاني لموضوع المينا ده. يعني هو لما تيجي بعد كده سفينة وتقول لواحد اب عنده مثلا اطفال تعالى اركب وهنوديك قبرص. وهيروح. هيروح صحيح. فاذا احنا وده موقف مصري الحقيقة، يعني احنا يعني بنتكلم عنه بس يمكن انا هحدده شوية. القضية الفلسطينية هي شعب وارض. صحيح. الارض بتستهلك في المستوطنات. والشعب زي ما حضرتك بتشايف يا اما بيتقتل يا اما بيطرد وبينزح او بيروح في اماكن مختلفه. فاذا احنا لا، عشان نحافظ على القضيه الفلسطينيه لازم فعلا ان احنا نفكر فعلا في وقف اطلاق نار سريع في المرحله القادمه عشان نحافظ على حاجتين، الارض والشعب.